الأمة الذي من استمسك به نجا، كما قال الإمام الشاطبي: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. فعلى هامش هذه المناسبة الكريمة الطيبة العزيزة نكرم طلبة القرآن الكريم. فالمدرسة القرآنية على هامش هذه المناسبة تكرم أبنائها الطلبة الذين اجتهدوا وثابروا بمسيرة طويلة وحفظوا القرآن الكريم على أيدي المشايخ الأفاضل، فالمدرسة تتفضل بتكريمهم. ولا نجد مناسبة أكرم من تكريم حفظة القرآن الكريم على شرف من خدم القرآن الكريم، كيف لا؟ وخدمة القرآن العزيز من خدمه أعزه الله وأكرمه وشرفه وعلى قدره. فنسأل الله سبحانه وتعالى لسيدنا الشيخ إبراهيم رحمة الله تعالى ولأبنائه من بعده أن يزيدهم الله شرفا وكرما وسددا يا رب العالمين. من دون إطالة عليكم أيها الأحباب الأفاضل، نشرع في تكريم طلبة القرآن الكريم، وعلى ما جرت به العادة أن يكتب الشيخ للطلبة الألواح، كأن هذه الكتابة عبارة عن عهد الذي طال الزمان به مع الشيخ وطالبه، فيكتب الشيخ اللوح للطالب، ثم بعد ذلك نشرع في تكريم طلبة القرآن الكريم. فالشيخ يعني يكتب يفتح يعني اللوحة للطالب، ثم الطالب يكتب له بعض المشايخ الأفاضل بعض الآيات يعني تبركا وفتحا على الطالب. نعم، فليتفضل المشايخ الأفاضل. استفتحوا بسم الله وهو خير الفاتحين، سبح الله وقت قريب وابشر المؤمنين. استفتحوا بسم الله وهو خير الفاتحين، سبح الله وقت قريب وابشر المؤمنين. بسم الله وهو خير الفاتحين،
بشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين صم من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نستطيع بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله بسم الله وهو خير الفاتحين نصر من الله
المؤمن نسقي بسم الله وارحم الفاتحين نصر من الله وارحم قريب وابشر المؤمن نسقي بسم الله وارحم الفاتحين نصر من الله وارحم قريب وابشر المؤمن نسقي بسم الله وارحم الفاتحين نصر من الله وارحم قريب وابشر المؤمن نسقي بسم الله وارحم الفاتحين نصر من الله وارحم قريب وابشر المؤمنين نسقي بسم الله Oh,
القرآن طلب الأعزاء على قلوبنا. أول تكريم للطالب ياسر زكار من ولاية حيلة، يتقدم شيخ أحمد بن موسى ليكرم الطالب. طالب وائل المباركية من ولاية باثنة، قدم الشيخ محمد مصحف. تفضل الشيخ محمد. المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم نسألك أن تجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما يا رب العالمين. اللهم استرنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثواب ما قرعناه ونور ما تلوناه إلى روح جميع المشائخ الذين كانوا هنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيدي الحاج إبراهيم اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكذلك أسلافه المنعمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبلهم بجاه القرآن الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، فاكتبه منا على التمام والكمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعل هذا المكان مليئا بالأنوار والأسرار والقرآن يا أرحم الراحمين. اللهم زد فيه البركات والرحمات إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع من كانوا هنا ومن أسسوا هذه المدرسة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في حفظ ميزان حسناتهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين جميع الضيوف الحاضرين رب إن شاء الله يبلغ المقاصد. يا رب يا سهل كل عسير انك على ذلك قدير بإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أطعم من أطعمنا واسقنا سقانا وبارك له في أهله وماله وولده يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل ما أكلناه وما قرأناه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الجلسة جلسة خير شاهدة لنا لا علينا يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا شقي ولا محروم يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الحب والنوى أعطي لكل امرئ ما نوى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز القائمين على هذه المدرسة جزاء وفيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا التعليم في ميزان حسناتهم وافتح عليهم فتوح العارفين بك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح على جميع الطلبة وعلى معلميهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيد الحاج عبد الله رب إن شاء الله يبارك له في أهله وماله وأولاده وإخوانه ويربي صحالهم ومآلهم واجعلهم يسيرون على سير إسلافهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المكان مليئا بالأنوار والإسرار والقرآن إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد النبي ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد النبي.
أصحاب الشهادة وأصحاب الأولياء والصالحين. ربي إن شاء الله يفتح عليهم وربي يسر لهم إن شاء الله كل عسير لهم ولجميع المسلمين وأبناء المسلمين. ربي يوفقهم لكل خير إن شاء الله. ربي يوفقهم لتعليم القرآن وختم القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يوفقنا للقراءة الصحيحة قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير. إن شاء الله يا ربي يوفقنا باش يكون كل اهتمامنا واهتمام وليداتنا للقرآن الكريم والسنة النبوية التي فيها خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وفضله ولله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السحابة إلى ما حل لنا فعن شاء الله في ذلك إن شاء الله وجميع حاضر إن شاء الله.